الأمم المتحدة تكشف الانتهاكات التي تلاحق الفارين في السودان. جديد بقضية الطفلة لين طالب التي توفيت بعد اغتصابها. الحمض النووي يكشف الفاعل. دواء، كل من بعده ما تشاء ولا تخشى السمنة. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث. يوما بعد يوم تزداد المعاناة لدى السودانيين على طول أمد الحرب. منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان قالت إن المدنيين الفارين من الحرب في البلاد بحاجة إلى ممر آمن، مؤكدة ضرورة يضمن أطراف النزاع ذلك. وأضافت المسؤولة الأممية أن المدنيين بمن فيهم اللاجئون لا يزالون يتعرضون لانتهاكات مروعة في الشهر الرابع للقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، موضحة أن أولئك الذين يمكنهم الهروب يواجهون مخاطر أخرى، فهم معرضون لسوء المعاملة والسرقة والمضايقات أثناء رحلاتهم إلى مناطق أكثر أمناً. في ليبيا لا يفاجئ الليبيين مواقف السياسيين فحسب. الكهرباء انقطعت عن أغلب مناطق البلاد، ما أثار حالة من الخوف لدى الليبيين الذين اعتقدوا أن الشبكة العامة قد خرجت عن السيطرة. المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء قال إن أعمال التجارب لشحن محطة غرب طرابلس انتهت بالكامل، وقال إن الكهرباء عادت في البلاد إلى طبيعتها، وذلك بعد تجارب شحن محطة غرب طرابلس. أسابيع عدة مرت على قضية الطفلة لين طالب التي صعق مقتلها اللبنانيين في 25 من يونيو الماضي، بعيد قضائها عيد الأضحى الماضي في طرابلس شمال لبنان بمنزل عائلة والدتها. المدعية العامة الناظرة في تلك القضية حصرت الشبهات حول الخال من خلال نتائج فحص الحمض النووي وبيانات الهاتف الذي عثر فيه على عدد من صور للأطفال. استمرت جلسة التحقيق مع المشتبه الأول بالاغتصاب المؤدي للوفاة ساعات طويلة، إلا أنه نفى كل الاتهامات، مؤكداً أنه لكان قتل نفسه قبل أن يمس ابنة أخته. في اكتشاف جديد توصل العلماء إلى شيء مثير بشأن المريخ. هذا الكوكب الأحمر تبين أن سرعته تتزايد كل عام بحوالي 4 ملي ثانية، دون معرفة السبب الرئيسي وراء ذلك. لكن ناسا أوضحت أن التحولات في كتلة الكوكب يمكن أن تتسبب في تسارعه، حيث أنه يشبه في حركته إلى حد ما متذلج وهو على الجليد يدور وأذرعه ممدودة ثم يسحب أذرعه للداخل. ازدياد الوزن الذي أصبح كابوساً يطارد الكثيرين يبدو أنه على موعد مع النهاية. فريق علمي في جامعة تكساس الأمريكية طور دواءً يحافظ على نحافة الناس بغض النظر عن مقدار ما يتناولوها من طعام أو وجبات سريعة أو سعرات حرارية تزيد من وزنهم. هذه النتيجة جاءت بعدما منح العلماء فئران في المختبر الدواء الذي ثم تركوها تتغذى على نظام غذائي غريب عالي السعرات، فوجدوا أنها أصبحت نحيفة على الرغم من تناول سعرات حرارية أكثر مما حرقتهم.